داني نجران في كل يوم وفي كل أسبوع وكل شهر وكل عام نشاهد تطور غير مسبوق ونشهد دعم متواصل ونشهد الإبداع والتميز في عالم رياضة الهجن الأصيلة. شكراً مدد بلا عدد لولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه على جميع ما يقدمون من دعم لا محدود لرياضة الآباء والأجداد. شكراً للاتحاد السعودي للهجن على الإدارة الناجحة لإدارة هذه السباقات الناجحة والمتميزة ومن نجاح إلى نجاح. أيها المتابعون الكرام، وعلى بركة الله وتوفيقه بانطلاقة موفقة بعون من الله سبحانه وتعالى مع شوطنا الثاني والأول للقعدان الحقايق، المسافة 3 كيلومترات. من هنا تبدأ هذه المسافة من ميدان نجران لأول مواجهة مع 3 كيلومترات. نسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون الأسماء المتقدمة لنتابع من يستفتح. النداء الأول ثاعي يتقدم متصدرا مع مقدمة الشوط، فيصل بن فهد بن فهد الهاجرية، شعار بن طحنون، من يقدم لنا ثاعي مع مقدمة الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر، التقدم مع بتال سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي، وصل الأحبابي ليتقدم مع بتال. الأشقاء أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة من الأشقاء، غير بتال إلى مقدمة الشوط. بينما المركز الثالث ثالث الشعارات والأسماء نايب بن صلاح الحربي مع النادر على المركز الثالث والمركز الرابع، حضور من ناجي بن مسفر العجمي مع الراسي، وخامس الأسماء وخامس الشعارات. نتابع وإياكم اللي واصل في هذه اللحظات. حضر وتقدم شعار عجيم بن قبلان الصمصام مع عزيز، هكذا هي الخماسية الماسية. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة وإلى البداية الأولى مع بتال. بتال بتال مع الصدارة ومع المقدمة الأولى ليفتتح لائحة الكيلو متر الأخير، الكيلو المثير. وين النوماس؟ وين يا راعي بتال؟ من يقدم لنا شعار بهذا الحضور الكبير؟ بحثا عن نوماس أول الأشواط، عن نوماس أغلى الأشواط للقعدان وتحديات القعدان، سيطرة حتى هذه اللحظات. بلا منافس بلا منازع مع الصدارة ومع البداية الأولى، يتقدم يتقدم مع هذا الاسم الخطير والاسم المثير. عصاته في بطانه بتال، ما دارت عصاته ابد. اقتربنا واياكم من المنصه الرئيسيه مع بتال المنفرد عن جميع الملاحقين والمطاردين لهذا البطل، لهذا البطل. يتحرك في هذه اللحظات، يتحرك مع مقدمه الشوط ومع صداره الشوط. هنا هل يحسم الموقف او هل هنالك رأي آخر من المشاركين؟ لكن بتال 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 بتال، سلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، سلام يا الأحبابي، سلام. سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الأحبابي غادر بنوماس هذا الشوط، خاطفا لنوماس أول الأشواط للحقائق وتحديات الحقائق القعدان مع بتال. يظفر بنوماس هذا الشوط، تهانينا والنوماس لك على هذا الفوز والانتصار يا الأحبابي مع بتال. هنا سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الأحبابي المركز الثاني، فكان الحضور من خالد بن محمد آل ثواب الخالدي مع مبلش والمركز الثالث. مشاهدين الكرام، عجيم بن قبلان الصمصام مع عزيز والمركز الرابع، شعار حمد بن محمد البريص المري مع النصر وخامس الأسماء. فكان الحضور مع الراسي بشعار ناجي بن مسفر الرزق العجمي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء الأفاضل.
بتال خاطفا لنوماسي هذا الشوط بكل قوة وبكل جدارة من دون منافس حتى خط النهاية لهدي أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النوماس وهذا الانتصار المستحق والكبير في صباح هذا اليوم. مشاهدينا الكرام ومتابعينا إلا أعزائي الأفاضل تتواصل التحديات تتواصل المنافسات على أرضية ميدان نجران بهذا الحضور الكبير وبهذا الإقبال والأعداد هنا من الأسماء والشعارات الحاضرة والمتواجدة من أنحاء ميادين المملكة العربية السعودية ومن أنحاء ميادين الخليج. أهلا بجميع المشاركين هنا في المملكة العربية السعودية وبالتحديد من كأس الاتحاد السعودي للهجن من ميدان نجران. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء الأفاضل كما تتابعون أمامكم على الشاشة التواقيت الزمنية للفائزين وللخمس المراكز الفائزة في هذا الشوط. تهانينا والنماس لجميع الفائزين في أشواطنا السابقة ولا زالت الأشواط متواصلة ومستمرة بحضراتكم وفي قادم الأشواط كل التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى لجميع المشاركين والمتواجدين وانطلاقات موفقة بعون من الله سبحانه وتعالى. كما نشكر جميع اللجان المنظمة على أرضية هذا الميدان على هذه الانطلاقات الموفقة بإذن الله تعالى ونأمل كذلك انطلاقات موفقة في قادم الأشواط. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء تتواصل التحديات والإثارة شوطنا القادم وشوطنا الثالث للحقائق البكار بصوت الزميل فيصل بن شاكر الشريف واصفا ومعلقا على مجريات شوطنا القادم.